إذا كنت تجار أو حرفيين أو مهنيين ومعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة CPU، غيولي عندكم الحق في التأمين الإجباري عن المرض بحال أجراء القطاع الخاص. في هذا الفيديو غنشرحو كيفاش تسجلوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البوابة الخاصة بهذا الغرض www.macnss.ma. قبل ما نبداو لازم تعرفوا بلي المراحل كتختلف حسب جوج الحالات. الحالة الأولى هو العامل غير الأجير اللي كيتواجد في اللائحة المرسلة من طرف هيئة الاتصال، والحالة الثانية هو العامل غير الأجير اللي ما كيتواجدش في هذه اللائحة. بالنسبة للعامل غير الأجير اللي كيتواجد في اللائحة، ملي تدخل البوابة خاصك تكليكي على طلب تسجيل العامل غير الأجير، من بعد دخل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة وضغط على سويفر. إلا كنتي كتوفر على كود تفعيل اللي توصلتي به من خلال إشعار، غادي توضع علامة على الخانة وي ودخل الكود وعاود ضغط على سويفر. غادي تبان لك على الشاشه المعلومات ديالك اللي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عند هيئه الاتصال. مباشره كليكي على علامه زائد باش تدخل رقم حساب البنكي ديالك اللي بغيتي توصل فيه بالتعويضات، وضغط على اجوتي. دخل المعلومات المطلوبه في الخانات المناسبه وكليكي على سويفر، ومن بعد ما تضغط على اوكي غادي توصل برساله على الهاتف او البريد الالكتروني اللي فيها المعلومات والكود باش تسجل افراد الاسره ديالك. وإلا ما كانش عندك كود تفعيل خاصك ملي تدخل البوابة توضع علامة على الخانة نو وتضغط على سويفون، ثم دخل المعلومات المطلوبة وكليكي على كونفيرمي. غادي توصل من بعد برسالة هاتفية فيها كود تفعيل، وغادي تتبع المراحل بحال عامل غير الأجير اللي عنده كود تفعيل. كما يمكن لك طلب كود تفعيل من خلال الاتصال بالمجيب الآلي على الأرقام اللي باينة على الشاشة. أما بالنسبة للعامل غير الأجير اللي ما كيتواجدش في اللائحة المرسلة من طرف هيئة الاتصال، من بعد ما دخلتي البوابة ودخلتي رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة خاص تعمر الخانات كلها بالمعلومات المطلوبة وتضغط على فاليدي. غادي تظهر لك على الشاشة رسالة فيها الكود باش تتبع الطلب ديالك في انتظار تأكيد المعلومات ديالك من طرف هيئة الاتصال. من بعد ما توصلوا بهذا التأكيد غادي نرسلوا لك الكود ديال التفعيل في الهاتف أو البريد الإلكتروني باش تسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهكذا غادي تكون ساليتي عملية التسجيل ديالك. وما تنساش تصرح بأفراد أسرتك من خلال بوابة المؤمن له www.macnss.ma. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم.